عندي قبل بخصوص الأزمة الخليجية. قبيل دقائق قليلة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي بارز قوله أنه على السعودية أن تلعب دورا قياديا في حل الأزمة الخليجية. الآن ولي العهد السعودي موجود في واشنطن وسيلتقي بالرئيس الأمريكي، هل سيكون هناك نوع من الضغط عليه فعليا لحل هذه الأزمة الجامدة أو المجمدة عن قصد فيما يتعلق بقطر؟ طبعا نحن الآن مرحلة ما بعد تيلرسون، لا نعرف فيما إذا كانت سياسة ترامب تتغير. الذي سوف أقوله قائم على الفرضيات التي كانت في عهد تيلرسون، وهو أن هذه الزيارة وإن كانت لها خصوصيتها السعودية إنما هي سلسلة من 3 زيارات. في الأسبوع القادم سوف يكون في واشنطن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بعده في أبريل سوف يأتي الأمير الشيخ تميم أمير قطر. طبعا هذه الزيارات الثلاثة كلها تمهيدا إلى القمة الخليجية المتوقعة والتي قد تكون في نوفمبر وليس في مايو، لأنه في مايو شهر صعيب على العرب والمسلمين، إذ سيقوم ترامب باحتفالية بوضع حجر الأساس للسفارة الأمريكية في القاهرة، وأتوقع أن كل زعيم عربي عاقل عليه أن يبتعد عن واشنطن خلال تلك الفترة. ففي هذا السياق الأزمة الخليجية حاضرة، لكن نعلم الموقف السعودي الذي لا يريد أن يتم علاج الأزمة الخليجية في واشنطن، وتحاول السعودية إقناع واشنطن وإقناع ترامب بأن هذه الأزمة نحلها نحن الخليجيين فيما بيننا. لا نعرف إذا موقف ترامب تغير. ماتيس الذي هو في ما يزال في السلطة، لا يزال في وزارة الدفاع، هو يريد حل هذه الأزمة لأنه كان متفقا مع تيلرسون أن هذه الأزمة تؤثر على قدرات البنتاغون من خلال عملهم في قاعدة العديد التي تقود العمليات العسكرية الأمريكية من أفغانستان حتى سوريا، ويعتقد بأن هذه الأزمة أثرت عليهم. فالآن حديثي كله يقوم على الفرضيات السابقة لما قبل إقالة تيلرسون. هل دخول بومبيو والذي لن يدخل ويستقر إلا في بعد شهر على الأقل سوف يغير من واقع الأزمة الخليجية؟ لا نعرف، غير واضح حتى اللحظة، يجب أن ننتظر حتى يستلم مهام